سيدي أبو خالد، انطباعك عن وجود أصحاب الهمم وبالدرجة الأولى، تمكينكم لهذه الفئة وحدث مثل هذا يكون عذرا. الله يحفظكم ويسلمكم، أنتوا عيالنا، وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق الدائم. أنت مثال يحتذب، تشريف قدوة، نائب الله النساء تشريف محتذبة، ونحن محظوظين أنك أنت موجود بينهم، لأن خير من يمثل، خير من يمثل. دعمكم طالب، الله يطول دعمكم، مشكور طالب. Thank you.